مساء الفل عليكم متابعين كل الكوره في كل مكان. حلقه جديده من كواليس الزمالك. كنا اتكلمنا قبل كده عن ملفات مهمه في الزمالك ومكملين معاك، وطبعا ملف الصفقات. بس قبل ما نروح لملف الصفقات، خلاص اصدر الستار على ملفات مهمه جوه نادي الزمالك. طارق حامد، ابو جبل، بن شرقي خلاص غادروا بشكل رسمي نادي الزمالك. طارق حامد اتحاد جده، بن شرقي لم يحسم موقفه لحد دلوقتي. محمد ابو جبل طبعا بعد رحيله عن نادي الزمالك لسه لم يحدد وجهته المقبله، خاصه نادي النصر صرف النظر تماما عن التعاقد معاه رغم توقيع العقود. محمد ابو جبل بيدرس شكوى نادي النصر وعقد جلسه مع المستشار اشرف عبد العزيز المحامي الخاص بيه. اللاعب بيدرس ان هو يقدم شكوى في الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا ان نادي النصر اخل بالتعاقد. ابو جبل ما عندوش مشكله ان النصر تممش التعاقد معاه، لكن بشرط ان هو ياخد عقده كامل. نادي النصر طبعا بيرفض. محددش محمد ابو جبل وجهته المقبله، عنده عروض جوه مصر كتير، عنده عروض خليجيه لان نادي النصر نفسه هو اللي جايب العروض دي واتكلم معاه في اكتر من عرض في السعوديه. لكن ابو جبل رافض تماما، عايز ينهي مشكلته الاول مع نادي النصر وبعد كده يبدا يفكر في وجهته المقبله. طبعا نادي الزمالك خلاص خرج، ما بقاش طرف او ليه علاقه خلاص باي لاعب منهم. الزمالك بقى بيتحرك ازاي؟ فيريرا طبعا عقده مع الزمالك والكل بدا يتكلم، طب فيريرا طب ايه؟ اداره الكره في نادي الزمالك بدات ان هي تفكر في تمديد عقد فيريرا، وان فيريرا يستمر مع الزمالك لموسمين كمان ما بعد تعاقده، وفيريرا كمان بيرغب في الاستمرار، فده صفقه من الصفقات اللي اداره الكره في نادي الزمالك بتسعى لحسمها. حته خط النص في الزمالك، الزمالك بيفكر ازاي؟ موجود هو نبيل عماد دونجا. دونجا ابدى موافقته على الانضمام لنادي الزمالك بعد اتصالات حصلت مع اللاعب. الفتره اللي جايه هيبدا مفاوضاته بشكل رسمي مع بيراميدز عشان ينهي صفقه دونجا. لو بيراميدز وافق خلاص الصفقه تعتبر انتهت. كينو البرازيلي، كينو لاعب اتلتيكو مينيرو كله طبعا عارفه، كان ليه تجربه مميزه جدا مع نادي بيراميدز. الساعات اللي فاتت تردد اسم كينو ان هو موجود في حسابات نادي الزمالك، الامر عالي تماما من الصحه. كينو ما حدش اتكلم معاه، ما حصلش اي تواصل. كمان من ضمن الاسماء اللي برده تردد الفتره اللي فاتت، اتعرضت على اداره نادي الزمالك وحصل اتصال معاه، هو حسين الشحات. حسين الشحات نجم النادي الاهلي، اتقال ان الزمالك اتكلم مع حسين الشحات. حسين عقده بيخلص مع النادي الاهلي الموسم الجاي في يناير الجاي، يقدر يمضي لاي فريق. اتواصلت مع مصدر مقرب من حسين الشحات، اتواصلت مع مصدر مسؤول جوه نادي الزمالك، نفى تماما فكره التعاقد مع حسين الشحات. وايضا المصدر المقرب من حسين الشحات اكد ان حسين لو ما جددش تعاقده مع النادي الاهلي، حسين الشحات هيكون قريب جدا من هو يطلع مره اخرى للخليج.